أول ما علمتنا الصبر، حب، عشق، أفهمها وتفهمني. رمز أم مليون نخلة. أم المليون النخلة عرفتوها. جولتنا اليوم في منطقة القلعة، نخلاوي بحريني وقصة عشق عمرها 30 سنة، حب للنخلة، الأرض والمهنة. اسمي طلال عبد الله سلمان مبارك، ولقب باسم طلال أبو عابس، وشغلتي ومهنتي كلها في النخيل. أتذكر أول مرة في حياتي جويت له منجل، وده كان في عمر 10 سنوات. ركبتي كانت خوف، لأن كانت أول تجربة، مرة أول تجربة في حياتي إني أسويها. في نفس الوقت هي فرحة، بس في النهاية انقلبت حزن لأن تسعفي لصقت في الظهر. إحنا بدون إنعان متعودين، حتى ركبة النخلة نركبها بدون إنعان. الإحساس ما إنه وقت اللي ركب النخلة بالرجول، مو بالجوتي أو النعال كرم الله السامعين، لا. هذا الشغلة الحين بسويها يسمونها عملية ترويس. النخلة في الموسم كله تتنظف مرة واحدة في السنة. قعدتنا إحنا من النوم ويا أذان الفجر، يعني ممكن حتى البلابين إحنا اللي نقول لهم تعالوا قعدوا لا تناموا بسكم. التحديات اللي قاعدة تواجهنا قلة المزارع أو قلة المناطق الزراعية. رزق قليل دائم ولا رزق كثير منقطع. النخلة تعني لي ماضي وحاضر ومستقبل بعد قدام. فلما تعملي أتعملياها كأن تعملي إنسان أخذ عطفي، أفهمها وتفهمني. من الأجداد ورث المهنة، ونولد طلال في ديرة يسمونها بلد المليون نخلة، ويطمح في اهتمام الشباب بهذه الزراعة. أتمنى أن يرجع عهد المليون النخلة.